والفائدة الكي بالبارد الآن، بعض الناس يكتوي بالبارد الآن وليس بالنار، هل يدخل في هذا؟ الله أعلم حقيقة، يعني هذه المسألة ليست محسومة. وإن كنت سمعت لبعض أهل العلم أنه يقول لا لا تدخل فيه، لأن الكي في النار له يعني أحكام خاصة النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، فيجعلون للنار خصوصية، فالله أعلم. فإذا احتاج الإنسان الكي فالكي بالبارد وليس الكي بالنار.